في البداية تقييم حضرتك للمشهد الانتخابي والاستعدادات اللي تمت حتى اللحظة؟ الحقيقة هو المشهد كله يعتبر جديد على مصر. احنا بنتكلم على تقريبا 4 مرشحين كبار ليهم وضع سياسي مختلف، كل واحد ليه شكل مختلف. احنا بنتكلم في 3 أحزاب المرة دي بتشارك بمرشحين من خلال رؤساء الأحزاب، تم طرح الأسماء بتاعتهم، حصلوا على التوكيلات، الهيئة العليا رجعت الأوراق، وافقت على الترشيح، ما حصلش أي طعون من حد. فاحنا قدام 4 مرشحين كبار بنتكلم في 3 أحزاب مشتركين في المشهد السياسي، تقريبا عندهم 83 مقعد في البرلمان، فهم ممثلين في الشارع، عندهم ناس، عندهم داعمين، عندهم ناس بتمثل وجهات نظرهم. فالحقيقة المشهد السياسي كله مختلف. لو بصينا على الحملات الانتخابية اللي بتتحرك من ساعة ما بدأنا الدعاية الانتخابية لحد ما إن شاء الله تخلص يوم 7 بالليل، احنا بنتكلم على شباب بتقود الدعاية الانتخابية في كل المحافظات. عندنا 27 محافظة ناس بتتحرك فيهم بشكل مختلف، الوضع كله شكله جديد. الهيئة العليا للانتخابات عندها مجموعة من البيانات والإصدارات اللي بتطلع كل يوم علشان سواء كانت التوعية أو التعليمات أو الحفاظ على الشكل العام بالنسبة لعملية الانتخابات. حتى في الإعلام هنلاقي أنه في كمية توازن رهيب جدا ما بين كل المرشحين، كل المرشحين بيتم استضافتهم، كل الحملات الانتخابية موجودة وقادرة تعبر عن نفسها على مواقع الإلكترونية، على صفحات السوشيال ميديا. الحقيقة الوضع كله فيه زخم سياسي ما كانش حاصل في مصر قبل كده. لأول مرة بنلاقي الشكل ده في الانتخابات الرئاسية.